بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء، تحية طيبة. وبعد النهاردة بنتكلم في دراسات عامة للأسماك العظمية. بعد ما خدنا مثال لسمكة البلطي وتكلمنا عن الأجهزة المختلفة دي، عبارة عن دراسات عامة عن الأسماك العظمية. أول حاجة بنتكلم في عملية adaptation أو التكيف، locomotion الحركة، الفيدينج هابيتس اللي هي العادات التغذية، نتكلم على البروتكتيف ميكانيزمز آليات الحماية زي الأسماك بتحمي نفسها، نتكلم على الفانكشن اوف ذا سكين وظائف الجلد المختلفة، نتكلم على السويم بلادر أو مثانة العوم اللي اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل، نتكلم على الاير بريثينج فيش الأسماك اللي هي بتتنفس الهواء الجوي زي البروتوبيترس السمكة الرئوية، نتكلم على عملية الريبرودكشن أو التكاثر. أول حاجة عملية اللوكوموشن أو سوري الأدابتيشن أو التكيف، يعني على حسب عادات الأسماك، تمتلك الأسماك جسم مغزلي ومنضغط جانبيا، أو ساعات في بعض الأسماك تبقى منضغط تظاهر بطن، فكل ده عملية تكيف. تمتلك خياشيم للتنفس برضو عملية تكيف، لها زعانف للحركة برضو إن هي إزاي تتحرك في الوسط المائي، عندها خط جانبي لعملية السمع واستقبال الذبذبات والاتزان، جسم مغطى بالمخاط لحمايتها طبعا من الطفيليات ونعومة جسمها، وبتقلل الاحتكاك بقى في المياه بتساعد في عملية الحركة برضو. بعض الأسماك تمتلك مثانة العوم الحركة الرأسية في الماء، وإحنا قلنا قبل كده إن الحركة إن الزعانف اللي بتساعد في حركة السمكة الأعلى أو لأسفل، لكن مثانة العوم هي بتحافظ على مستوى المية وصحة اللي هي موجودة في سطح المية من خلال التحكم في الكثافة بتاعة السمكة جسمها. بعض الأسماك تمتلك برضو الحراشيف برضو للحماية، سواء كانت بقى إيه من الطفيليات أو غيرها، حتى لو بتلعب بسمكة أخرى بتقلل تاخد وقت طويل أما تتحلل يعني. النقطة التانية اللي هي اللوكوموشن الحركة، تتحرك الأسماك بواسطة في الماء طبعا، تحرك الأسماك بالعوم طبعا عملية العوم في الماء، لكن في بعضها مش بس بيعوم، ده في بيقوم عملية الزحف أو المشي أو التسلق الكلايمبينج أو الانزلاق سلايدينج أو الدفع الجيت بروبالشن عملية الدفع بواسطة الذيل أو دفع المية. أول حاجة عملية العوم طبعا يتم العوم بموجات متعاقبة من انقباضات العضلات، العضلات بتنقبض مثلا بسرعة كبيرة، ولك ممكن تكون 170 موجة في الدقيقة الواحدة. موجة بتبدأ من بداية الرأس مثلا للخلف، وبالتالي برضو ده بيدعمها برضو حركة الزعانف الموجودة اللي فيها طبعا الأشعة الزعنفية سواء كانت صلبة أو طرية. الأشعة الزعنفية نفسها برضو أقول لك استخدم إن أنا أعرف نوع السمكة. الزعانف الذيلية احنا قلنا نوعين برضو، هي طبعا هي مسؤولة عن دفع السمكة للأمام، يا إما تكون غير متناظرة دي بدي طبعا زي ما قلنا الحركة السريعة زي ده كده، أو تكون زي ما احنا قلنا تكون متناظرة زي سمكة البلطي، تكون قطعة واحدة كده وتبقى دي حركتها حركة بطيئة. والزعانف الذيلية عموما بتعمل على دفع السمكة للأمام وتساعد في توجيه طبعا السمكة. الزعنفة الظهرية مثلا لو انت عندك سمكة ناحية ظهرية، الزعنفة اللي موجودة على الناحية الظهرية دي دايما بتقول لك تمنع زي الكيل، تمنع الايه انقلاب السمكة. الزعنفة المزدوجة طبعا الصدرية والحوضية تستخدم في عملية الاتزان وتوجيه السمكة او عملية الدوران يمين او يسار. ده النوع التاني ده العموم. النوع التاني في الحركة اللي هو عملية الزحف، الحركة على الأرض أو في قاع النيل زي مثلا سمكة الولد جلاموروس أو القرموط، تمتلك طبعا في الحالة دي طالما إنها تمشي ممكن تمشي في مكان ممكن فيه مية، يبقى تساعد في لها أجزاء أخرى تبقى غنية بالعوائد الدموية كده بيسموها أكسسوري كسترا أكسسوري أورجانز ريسبيراتوري أورجانز أجزاء تنفسية أخرى تساعد في عملية تنفس الهواء، أو إنها ممكن تقوم بعملية تسلق زي سمكة الأناباس. تمتلك هذه الأسماك زعانف صدرية قوية، وبرضو تمتلك أعضاء تنفسية طالما إنها ممكن تسيب المية
وتطلع فوق في شجرة مثلا جنبها وتنزل تاخد تبحث بحثا عن الغذاء. طبعا الحركة دي كلها بحثا عن الغذاء للتنفس طبعا، الهواء الجو ده، غير الايه، غير ان هي ان يكون فيها مسنة تتحول تبقى لانج، ده في الاسماك الرئوية. الانزلاق زي سمكة الاكزوسيتس لا تطير في الهواء ولكنها تندفع لتنزلق بسرعة على سطح الماء بسرعة 300 متر في الدقيقة بواسطة زعنفها الصدرية. الحقيقة السمكة دي بتبقى إيه، لها زعانف صدرية كده مثلا، قلناها كده تلاقي زعانف صدرية إيه قوية بالشكل ده. السمكة دي بتدفع نفسها بواسطة الزعانف القوية دي فبتتحرك على سطح المية. هي لا تطير لكن هي بتزحف على سطح الإيه المية. يقول لك سرعتها بتبقى 300 متر على الدقيقة، يعني بتبقى سرعة رهيبة عشان طبعا هي تهرب من الإيه الأعداء. الدفع الخلفي برضو من ضمن وسائل الإيه الحركة، هي حركة زفير الماء. زفير الماء ويخرج منين مثلا؟ لو قلنا ده كان ده غطاء الخياشيم، هتلاقي المية بتخرج كده بس بتخرج بقوة من الإيه فتحات الخياشيمية أثناء عملية الزفير. يبقى حركة زفير الماء من خلال فتحة الإيه الخياشيم فتندفع السمكة إلى الأمام. النقطة التانية غير الحركة، يبقى احنا اتكلمنا عن التغذية عن التكيف، وبعدين اتكلمنا على الحركة لوكوموشن، وبعدين نتكلم على فيدينج هابتس أو عادات التغذية. تنقسم الأسماك على حسب طبعا إيه التغذية إلى أكلات البلانكتون أو النوع هو بلانكيتيفور، ودي تأكل هوام البحر هي الكائنات الدقيقة الموجودة في المية. أو أكلات الأعشاب تبقى هيربيفور، يبقى دي بتأكل النباتات. أو كارنيفور أكلات الإيه اللحوم زي الحيوانات اللي هي اللاحمة. ومتنوعات التغذية مثلا أومنيفور، في أسماك تأكل النباتات والحيوانات في نفس الوقت. برضو الكائن أي كائن بيأكل الاتنين بيسموه أومنيفور، حتى الإنسان متنوع التغذية. أكلات الفتات ديتريتيفورس، الديتريتيفور دي تأكل إيه الفتات زي سمكة البراكودا، تبقى موجودة على قاع البحر لما يحصل فيه كائنات تتحلل وتتفتت تنزل لها أجزاء تأكل الفتات، يبقى بيسموها الديتريتيفور. أنواع الأسنان على حسب بقى نوع التغذية. أسنان الفك طبعا دي لتقطيع وتمزيق الفريسة، أسنان الحنك اللي هو الحلق يعني، أو أسنان اللسان أو أسنان البلعوم، كل دول تمنع هروب الفريسة زي ما قلنا قبل كده. أسنان خيشومية زي ما قلنا تستخدم لترشيح الكائنات الدقيقة عشان ما تدخلش في الخياشيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.